بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. كل سنه وانتم طيبين. موضوعنا النهارده عن ايه معلمنا بولس الرسول: البسوا كمختاري الله احشاء رأفات. يعني معلمنا بولس الرسول بيوصينا يكون عندنا رأفه وعندنا شفقة وعندنا رحمة تجاه الآخرين. والحقيقة موضوع الرحمة ده موضوع خلاصي. ليه؟ لأن أساس تعامل ربنا معانا هو الرحمة. أساس تعامل ربنا معانا هو الرحمة. بدون رحمة ما كانش ربنا يتعامل معانا من أساسه. حتى احنا في صلواتنا نقول لربنا كرحمتك وليس كخطايانا. قدس ابونا لما يبتدي الصلاة يفتح ستر الهيكل. ستر الهيكل ده رمز الباب السماء، والهيكل ده رمز للسماء. فأول عبارة يمسكها أول ما يمسك الستر: ارحمنا يا الله ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها رب إله الكون كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. كأن السماء مش هتتفتح قدامنا من غير الرحمة. مش هتتفتح قدامنا من غير الرحمة. عشان كده أول عبارة يقولها أبونا: ارحمنا يا الله. يقولوا في قصة خيالية ما حصلتش، يعني إن في قديس خبط على باب السماء، فقال لهم: قول لربنا القديس الفلاني على الباب. فقال لربنا، ربنا قال أنا مش واخد بالي منه. قال لهم: قولوا له إزاي ده أنا كنت متوحد في البرية الفلانية. قالوا له مش فاكرك. قال لهم: ده انا قعدت سنين طويله لم تراني الشمس اكلا. قالوا له مش واخد باله منك. قال لهم: انا قعدت كام سنه لم ارى وجه انسان الى اخره. قالوا له مش فاكره خالص. قال لهم: طب قولوا له ارحمني انا الخاطي. قال لهم: دخلوه. لان اساس تعامل ربنا معانا الرحمه. اعمالنا كويسه ما تدخلناش السماء، لكن مش هندخل السماء من غيرها، ضروريه، لكن هي لوحدها ما تدخلناش السماء. أعمالنا كويسة مع رحمة ربنا ندخل السماء. حتى مثل السمير الصالح يا جماعة بيأكد الموضوع ده، لأن مثل السمير الصالح ده ملخص علاقة ربنا بالبشر. على فكرة لو عاوز تقول لواحد علاقة ربنا بالبشر في 5 6 سطور، قول له قصة السامري. يقول كده الكتاب: إنسان نازلا من أورشليم إلى أريح، فوقع بين لصوص فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت، فعرض إن كاهنا نزل في تلك الطريق فرآه وجاز مقابله. كذلك لاوي أيضا صار عند المكان، جاء ونظر وجاز مقابله، ولكن سامريا مسافرا جاء إليه ولما رآه تحنن، فتقدم وضمد جراحاته وصب عليها زيتا وخمرا وأركبه على دبته وأتى به إلى فندق وأعتنى به. وفي الغد لما مضى أخرج دينارين وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له: اعتني به، ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أوفيك. ده ملخص علاقة ربنا بالبشر، هي قصة رحمة مش أكتر. إنسان نازل من أورشليم إلى أريحة، ده أبونا آدم، ده البشرية، ده أنا وإنتو. نازل من أورشليم يعني إدى ظهر الأورشليم اللي هي المقدسات لربنا، للوصية، وبعد عن ربنا، ماشي بسكة تانية. ليه قال كلمة نازل؟ أورشليم من ناحية الجغرافية مبنية على جبل، فأي واحد رايح أورشليم يقول لك صاعد إلى أورشليم، أي واحد
نازل ماشي من اورشليم يقول لك نازل من اورشليم. ده من الناحيه الجغرافيه. ومن الناحيه الروحيه اللي بيروح ناحيه ربنا بيسمو، اللي بيبعد عن ربنا بينزل وبيهبط. حتى احنا نقول دلوقتي، او الرهبان يقولوا كلمه جميله لما يكون في مصر يقول لك طالع الدير، لما يكون في الدير يقول لك نازل مصر، لان الدير ليه مكانه مقدسه، ليه سمو معين. المهم البشريه بعدت عن ربنا وحبت تنفصل عن الله. فلما بعدت عن ربنا استفرد بنا الشياطين اللي هم اللصوص، جرحونا وعرونا وتركونا بين حي وميت. أبونا آدم تعرى، وأبونا آدم كان حي جسديا وميت روحيا ومرمف. عد عليك كاهن واللاوي، ده رمز للعهد القديم. العهد القديم ما كانش يقدر يعمل لنا حاجة. كل اللي عمله العهد القديم شخص ان احنا محتاجين فادي ومحتاجين مخلص، لكن ما عملناش حاجة. لغاية يوحنا المعمدان اعظم مواليد النساء كان الفردوس مقفول وكل وضع زي ما هو. ولكن سامريا مسافرا، ده السيد المسيح له كل المجد، سمى نفسه سامري لان اليهود والسامريين ما كانوش بيعاملوا بعض. وفعلا الارض والسماء كان بينهم خصومة. مسافرا يعني جاي من مكان بعيد. يقول لك جاء إليه يعني جاي له مخصوص. ولما رآه تحنن أحشاء رأفات، ما استحملش الوضع اللي فيه البشرية ده، تحنن علينا فحط لنا زيت وخمر. ما فيش حد يملك الزيت والخمر غير السيد المسيح له كل المجد. الخمر ده اللي في الإفخارستية التناول الفداء، والزيت ده الروح القدس. كأن البشرية مش هتقوم من اللي هي فيه من غير الزيت والخمر، من غير الفداء، ومن غير عمل الروح القدس. وأقمنا أقام البشرية ودانا الفندق. الفندق ده الكنيسة، وصاحب الفندق ده الأب الأسقف أو الأب الكاهن الراعي يعني. واداله دينارين دول العهدين وقال له اهتم بيه، ومهما أنفقت أكثر عند رجوعي أو فيك أنا ليا مجيء تاني في آخر الأيام هكافئك على حسب تعبك. فدي قصة ربنا مع البشر، قصة رأفة وقصة رحمة وقصة شفقة من ربنا على البشرية. وكمان الرحمة والشفقة من غيرهم احنا مش هنخش السماء. ليه؟ لان يقول كده الحكم هو بلا رحمة لمن لم يستعمل الرحمة. وعشان كده يقول لك عملك يرتد على رأسك، او ما يزرعه الانسان اياه يحصد. وعشان كده الكتاب يقول طوبى للرحماء لانهم يرحمون. لو انت رحمت هتترحب، لكن لو ما رحمتش هتضيع نفسك. واللي عاوز مننا ربنا يقول لنا صراحة كده، إني أريد رحمة لا ذبيحة. أنا مش عاوز ذبيحة. الذبيحة دي مهمة وبركة ومقدسة وكل حاجة، لكن الرحمة دي نمرة واحد. الكاهن واللاوي على فكرة في مثل السامري دول مش أشرار، دول مش وحشين. ده هم شافوا الرجل مرمي، بس هم حسبوها بفكرهم كده، مين أهم، ربنا في الهيكل ولا الرجل ده؟ لا طبعا ربنا الأهم. ربنا بيقول لهم أنتوا فاهمين الدين غلط، إني أريد رحمة لا ذبيحة. يا ريتك ما جيت الهيكل اليوم ده وكنت اهتميت بالرجل ده. كمان الرحمة علامة على نقاوة الإنسان. سألوا قديس مرة يعني إيه القلب النقي؟ طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. قال القلب النقي هو القلب الشفوق على الخليقة كلها. القلب الشفوق على الخليقة كلها.
عاوز تعرف انت نقي ولا لا، شوف بتشفق على الناس ولا لا، الناس بيصعبوا عليك ولا لا. عشان كده وصية الرحمة دي وصية خلاصية، لو ما عملتهاش تبقى مشكلة كبيرة، لأن مش هيدخلونا السماء، لأن احنا بندخل السماء بالرحمة أساسا. طب إيه صور الرحمة في حياتنا؟ إيه صور الرحمة في حياتنا؟ أول صورة من صور الرحمة هي تشجيع الآخرين. تشجيع الآخرين. لعلمكم في كلمة ترفع الإنسان لأعلى سماء، وفي كلمة تضيع الإنسان خالص وتهلكه وتيأسه. أنت من أنهي نوع؟ كلمة الرحمة، كلمة كويسة، أنت بتعمل عمل رحمة مع الآخرين. شوفوا السامرية. السامرية دي عايشة مع واحد مش جوزها، ورايحة الساعة 12 الظهر تملى مية في عز الولعة عشان ما تشوفش حد، خجلانة من خطيتها، والكل بيحتقرها. واليهود أساسا كانوا بيحتقروا السامريين جملة يعني. حتى مرة قال للمسيح: أنت حسنا قلنا، أنا عن المسيح كده، حسنا قلنا إنك سامري وبك شيطان. يعني كانت شتيمة يعني. المرأة السامرية دي راحت عند البير، المسيح كان مستنيها. خد معاها في الكلام، وفي وسط الكلام قال لها: ادعي زوجك. قالت له: ليس لي زوج. قال لها: حسنا قلت ليس لي زوج. ايه ده يا رب بتمدحها؟ قال: ما هي الحتة دي ما كذبتش فيها، الحتة دي قالت الحقيقة. ولما مدحها ابتدت تركز معاه وتسمعه، واخر القعدة مع المسيح تركته، راحت خبطت على كل بيت تقول لهم: تعالوا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. كلمة صغيرة، تشجيع صغير عمل في المرأة السامرية كده، اللي كانت مكسوفة حد يشوفها، هي بنفسها خبطت على كل بيت، ومن مرأة خاطئة إلى مرأة مبشرة بسبب كلمة التشجيع. احنا بنشجع الحوالينا ولا احنا كثير النقد؟ كثير النقد. خلي بالك النقد ده بيهد في اللي قدامك دون ان تدري، دي مش شفقة، بتهد. ياما الناس مستنية كلمة بس. وانا اسمع مرة قريت حاجة عن احد العلماء تقريبا اديسون يعني. اديسون مرة وهو مروح من المدرسة ادوله جواب، ادوله الماما، ادي الماما، ادي لوالدته. مكتوب في الجواب ان الواد ده ما ينفعش في الدراسة تاني، وما ينفعش في المدرسة، ما تبعتهوش المدرسة تاني. فالولد بيسأل مامته: مكتوب ايه في الجواب؟ قال لها، قالت له: ده هم بيقول انك شاطر قوي، وانت مش محتاج للمدرسة، انت ممكن تذاكر من البيت. وطلع العالم الكبير ده، ولما كبر عرف الحقيقة اللي عملته امه معاه. تخيلوا بقى لو انسان مش حكيم وحطم الولد نفسيا، ما كانش ينفع في حاجة. يقولوا ابو مقار كان ماشي مع تلميذه، تقريبا كان رايح من الاسقيط الى ناطرية، جبل ناطرية، وهو تلميذه ده سبقه. تلميذه هو ماشي لقي كاهن اوسان شايل شوية خشب ولا شوية حطب كده. فالتلميذ قال لكاهن الاوسان: رايح فين يا عابد الشيطان؟ حد يعبد الوثن؟ وايه؟ وقعد يزم فيه. فكاهن الوثن نزل شوية الخشب وضرب الراهب ده علقة تمام وكمل المشوار. قابل أبو مقار قال له: صباح النشاط. إيه النشاط والهمة دي؟ اللي يعبد إلهه بالنشاط والهمة دي، إن ده إنسان كويس. وقعد يمدح فيه. قال له: بتمدحني وبتشكر فيا كده؟ أكيد إلهك ده حلو قوي.
ونتيجة التشجيع ده كاهن الوثن ده مسك في أبو مقار قال لي أنا أطلقك وأنا هكون معاك على طول، وتعمد وبقي راهب. طبعا قال له في الأول ده أنا ضربت واحد لابس زيك شتمني، قال له ده تلميذي تعالى نشوفه، لكن بعد كده بقي راهب، بقي مسيحي وبقي راهب بسبب كلمة التشجيع دي. ناس كتيرة فطسانة محتاجة كلمة تشجيع. خلي كلامك بناء للآخرين، ما تكونش كثير النقد. كثير النقد ده علامة على قلة المحبة وعلى قلة الشفقة وقلة الرحمة. لكن لما تقول لواحد كلمة حلوة تفرحه. نفس الكلام المسيح عمل كده مع زك. تاني صورة من صور الشفقة بالآخر أو الرحمة بالآخر الستر، تستر على الناس. لعلمكم أغلى ما في الدنيا هو الستر. الفضيحة دي قتل، مين فينا يستحمل؟ وعلشان كده أنت لما بتستر على الآخرين أنت بتشفق على الآخرين. وكلكم تعرفوا قصة أبو مقار لما الرهبان قالوا له الراهب اللي في المغارة الفلانية بيسلك سلوك مش كويس، قال لهم الراهب ده كويس. قالوا له ده احنا بنشوف واحدة بتدخل، قال لهم أنا بقول لكم ده كويس. أبو مقار عارف كل حاجة بس بقول لهم أنا كويس. فهم بقى متربصين له بقى يعني فاضيين. فشافوا حد دخل عنده وراح قالوا لأبو مقار. أبو مقار جه وعمل صوت عكس طبعه يعني، وعمل دوشة عشان يخلي الراهب ياخد باله ان هو جاي، والراهب خباها تحت المجور ولا جنب المجور. مهم يعني ابو مقار راح قعد ناحية المجور ودرس ست وقال لهم فين، مش قلت لكم الراهب ده كويس ما يعملش حاجة. وهو خارج قال للاخ خلي بالك من نفسك بينه وبينه في سره يعني. ولما خرج من المغارة سمع صوت من السماء قال له طوباك يا مقارة تشبهت بسيدك تستر على الخطاة. احنا بنستر على الآخرين ولا بنفتح الآخرين؟ راجع نفسك. لو بتفضح الآخرين انت ما عندكش شفقة بالآخر. تستر وتداري وما تتكلمش عن حد كلمة وحشة. عندك كلمة كويسة قولها، ما عندكش كلمة كويسة اسكت. او على رأي احد الاباء يقول لك كده خليك موصل جيد للكلام الجيد وموصل رديء للكلام الرديء. ثالث صورة من صور الشفقة والرحمة خدمة المرض. خدمة المرض. المرض ده بيبقى فيه ذل، وخصوصا لو واحد رقد في السرير وما بيتحركش. وضعه أصعب من وضع المسجون. فما ده محتاج رأفة وشفقة مش خدمة وبس. على فكرة أحيانا الناس تخدمه بس على مضض وبتكشيرة وبزعيقة، لأن يعني بيصابوا بالاكتئاب بسبب الحبسة في السرير. أفتكر كنا بنخدم واحدة ساكنة في الدور الثامن ومش معاها حد، كانت تتحرك في الشقة بالعافية، مش راقدة في السرير بس تتحرك في الشقة بالعافية. قالت لي أبونا من زهقي كنت حرمي نفسي من البلكونة من الدور الثامن، وتقول لي ابتديت أنسى الكلام، بقعد بالأيام مش بتكلم مع حد ولا بحد بيخبط عليا ولا حد بيرن عليا التليفون. دول محتاجين شفقة ومحتاجين رأفة. أنا عارف كويس إن المريض اللي راقد في فراشه أحيانا بيكون متعب، يقول لك طب نزل إيدي، طلع إيدي، افتح الباب، طفي النور، طب وارب الباب، طب اعدل المخدة. أنا عارف طلباته كتير، بس ده عمل رأفة ورحمة فوق الوصف. إنك تشفق على الناس دي. حد حكى لي حكاية على الأنبا أثناسيوس مطران بني سويف المتنيح. كان راح بيت من بيوت المسنين
وحس بالإهمال شوية، فزعل من المسؤولين في البيت وقال لهم أنا هقعد أخدمهم بنفسي. الخدام قالوا له لا يا سيدنا، قال لهم بالأمر أنا هخدم المسنين بنفسي. هو كان بيفرح قوي بالخدمة دي وابتدى يخدمهم بنفسه. ومرة كان شايل القصرية بتاعت مريض وهو أسقف قد الدنيا، وقال للخدام كده، قال لهم أنا لما بمسك القصرية كأني مسكت الشرية قدام المسيح له كل المجد، كأني مسكت الشرية. فعشان كده شوف قرايبك المرضى وروح اسأل عنهم، اشفق عليهم. تليفون انت ورايح شغلك الصبح، تليفون انت وراجع، فوت 10 دقايق شوف عاوزين حاجة، خصص أيام وقسم الأيام مع بقية قرايبك مع بقية الخدام، ونسأل على المرضى ونعمل معاهم عمل رأفة وعمل شفقة، لأن المريض ده قديس شهيد بدون سفك دم. ده احنا لما نروح بناخد البركة منه. زمان كانوا بيستشهدوا من الرومان، ودلوقتي الاستشهاد ممكن من خلال المرض. هما الاتنين بيعذبوا الشخص، ولو الاتنين شكروا بقي شهيد. رابع صورة من صور الرحمة هي التماس العذر للناس. التماس العذر لما حد يعمل موقف، حاول تدور له على مخرج، خليك محامي ما تبقاش قاضي. شوف السيد المسيح له كل المجد وهو على الصليب قال له كده يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون. هم مش عارفيني عشان كده عملوا كده فيا، هم معذورين. بنلتمس العذر للناس ولا متأسف؟ بنتخيل حاجات ونقعد ندين بها الناس. التماس العذر ده عمل شفقة ورحمة، وكأنك بتدور مخرج على الناس، مخرج للناس. كمان من صور الرحمة التدرج مع الناس، يعني تاخد الناس واحدة واحدة. ينفع واحد ما كانش بيروح كنيسة خالص وعمره ما صام في حياته، وجي القدس أبونا قبل الصوم الكبير يقول له تصوم 55 يوم؟ يقول له تقدر تصوم قد ايه الأول؟ واحدة واحدة. لو ما كانش بيعمل كده خالص، ينفع واحد ما بيروحش الكنيسة خالص نقول له حب عدوك؟ أول مرة نقول له لو سمحت ما تدعيش عليه، نقول له خلاص أبونا مش هدعي عليه، بس مش هتعامل معاه، نقول له ماشي. شوية شوية لما يواظب على الاعتراف والتناول، نقول له يا عم ممكن بس تصلي له شوية شوية، خليه يصلحه واحدة واحدة. معلمنا بولس الرسول يقول لأهل كورنثوس كده، سقيتكم لبنا لا طعاما. انت عشان ما تحتملوش اديتكم لبن، ما اديتكمش اكل، لان الطعام للبالغين، وانت عشان لسه حديث الايمان سقيتكم لبنا. فالتدرج مع الناس ده عمل رأفة وعمل وشفقة. افتكر قصة قالها المتنيح مثلث الرحمات البابا شنودة، كلمة جميلة. قال كان بيذاكر لعيل، يعني بيديله درس، والولد جاب في الإملة صفر، وتاني مرة جاب في الإملة إيه؟ صفر. فقال له أنت مش نافع. فالولد قال له يا أستاذ أنا مختلف عن المرة اللي فاتت. قال له مختلف في الاتنين صفر. قال له المرة اللي فاتت كان غلطات كتير، المرة دي الغلطات قلت. فسيدنا البابا شنودة حتى ساعتها قال بدعابة كده، أول مرة أعرف إن في تدرج تحت الصفر. وقال يعني كان محتاج تشجيع. فلازم نتدرج مع الناس واحدة واحدة، ما تحملش الناس أحمال عصر. والمسيح عاتب الكتبة والفريسيين قال لهم تحملون الناس أحمال عصرة الحمل وأنتم لا تحركون بإحدى أصابعكم.
أيضا من صور الرحمة العطاء، إنك تشعر بالآخر، تشعر بالآخر. إزاي غيرك يبقى جعان ولا عريان وإنت ما تهتمش، وإنت ما تهتمش؟ لازم تهتم بيهم، وإلا يبقى أنت ما اهتمتش بالمسيح، لأن هم دول المسيح. قال كل ما فعلتموه بإخوتي الأصاغر، حتى نسمي الغلابة والفورة إخوة الرب، وأحيانا هم الرب نفسه. المسكين ده هو ربنا نفسه. عشان كده قال كنت جوعانا، كنت عطشانا، كنت مريضا، كنت محبوسا، كنت عريانا. بتشفق على الآخرين ولا لأ؟ ولا بينطبق علينا قول يوحنا ذهبي الفم اللي يقول كده: بينما يهلك كلبك من التخمة يهلك المسيح جوعا. واحد القديسين يقول كده: الفقراء دول هم حراس الملكوت، هم اللي بيدخلوا وهم اللي ما بيدخلوش، وشهادتهم قوية قوي عند ربنا. لما يشهدوا لحد ربنا ياخد بشهادتهم على طول. وعشان كده انت بتشفق على الفقراء، مواظب على عشورك اللي هي متأسف بتاعت اليهود الأول. المسيح يقول لك ايه ده؟ إن لم يزد بركم عن الكتبة والفريسيين، ولا حتى بتاعت اليهود دي ما بنعملهاش. بتشفق على الآخرين، بتساعد الآخرين، بتعطي للآخرين ولا لا؟ آخر صورة من صور الرحمة هي الاهتمام بخلاص الآخرين. مش شفقة إنك تشوف غيرك بيهلك وإنت تتفرج. عشان كده أحد القديسين: رؤيتنا للإنسان يهلك دون مبالاة مننا ده يعرضنا للمساءلة. في كل زمان ربنا بيسأل كل واحد فينا: أين هابيل أخوك؟ اوعى ترد بوقاحة زي هابيل وتقول: أحارس أنا لأخي؟ اوعى، لا، أنت مسؤول عن أخوك، مسؤول عن أخوك. والقديس يوحنا ذهبي الفم يقول عبارة جميلة قوي، يقول كده: لا أثق في خلاص إنسان ما لم يعمل من أجل خلاص غيره. بيهمك خلاص الناس؟ لما تشوف ناس كده مش عارفة ربنا بيصعب عليك، ولا بتتفرج وبس، وتقعد تنقد في الكنيسة وبس، وانت بتتفرج مش بتعمل حاجة؟ من لا يجمع معي فهو يفرق. يقولوا مرة في بلد بعتت زي بعثة تبشيرية لإحدى البلاد، والجماعة الخدام المبشرين بشروا البلد وعمدوهم وعرفوهم سكة ربنا وكله تمام كده. وفي مرة واعظ منهم هو بيوعظ، خرج لهم واحد من وسط الشعب قال لهم: انتوا مجرمين. في ايه بس حصل ايه؟ انتوا مجرمين. قالوا: بس في ايه حصل؟ قال لهم: ما دام تعرفوا النور ده من زمان ما جيتوش ليه؟ فين ابويا؟ فين جدي؟ فاوعى تكون مقصر في حق الاخرين في خلاص. يقول لك: يا ابونا بس انا مش خادم ومش مكرس، هقول لكم تخدموا ازاي. اول خدمه تخدمها هي خدمه المخدع، كونك بتصلي للناس اللي ما تعرفش ربنا انها تعرف ربنا وتشفق عليهم وتصلي من اجلهم، يبقى صعبانين عليك، ده في حد ذاته بركه كبيره. وخدمه المخدع دي خدمه مقدسه جدا وقويه جدا. هو يشوع ابن نون هو بيحارب العماليق، هزم بسبب صلاة موسى، وموسى النبي مجرد ينزل ايديه كان يشوع يتهزم. وفي حاجة اتغيرت؟
العدو هو العدو والمعدات هي المعدات ويشوع هو يشوع، مفيش حاجة اتغيرت. بس يشوع زائد الصلاة كان بيهزم، يشوع من غير صلاة كان بيتهزم. وعشان كده هل انت بتصلي لأجل الناس اللي ما يعرفوش ربنا؟ تفتكروا عزة حوار مع الله لما سيدنا المتنيح كان يقول لربنا انظر الى الخريطة، ناس كتير لسه ما يعرفوكش، ناس كتير لسه هلكانين، ايه موقفك من الناس دي؟ بتشفق ولا لا؟ فنمرة واحد تصلي لأجلهم، وكون الموضوع في بالك والموضوع شغلك وبقي مادة للصلاة، ده في حد ذاته بركة كبيرة. تاني طريقة نخدم بها الآخرين خدمة القدوة. خدمة القدوة، انت لو قدست حياتك هتبقى خميرة مقدسة، تروح في أي حتة اللي حواليك هيتخمروا، هيبقوا قدسين زيك. العالم كله كان المفروض يصير مسيحيا من زمان لو المسيحيين كانوا ملتزمين. على رأي غاندي كده يقول حبيت المسيحية وكرهت المسيحيين بسبب القدوة المش كويسة. الوعظ كتر والكلام كتر، لكن عاوزين قدوة، عاوزين شخص مسيحي بالحقيقة. مش عاوزينك تبقى بره البيت او بره الكنيسة بشكل تاني مختلف. خليك خميرة مقدسة. يقول يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. طب احنا عاوزين اكتر من كده ايه؟ مش عاوزين غير ابونا الذي في السماوات يتمجد. فانت بتخدم وبتغير الاخرين بسبب قدوتك. يعني في قصة ابو مقار الكاهن الوثني ده اتغير ليه؟ بسبب سلوك ابو مقار. وعظه ما وعظهوش، لكن بسبب سلوكه غيره. يبقى ممكن تخدم بالخم المخدع، ممكن تخدم بالقدوة، ممكن تخدم انك تقول للكنيسة لما تشوف حد بعيد عن ربنا قول للكنيسة. لو واخد على الشخص ده ممكن تقول له انا رايح الكنيسة تعالى معايا على خفيف كده، ما تبقاش واعظ قوي مع الاخرين ممكن ما يستجبوش، لكن قول للكنيسة. بس اهم حاجة الموضوع في بالك ولا لا؟ الموضوع في بالك ولا لا؟ اين هابيل اخوك؟ اين هابيل اخوك؟ ومش شفقة ولا رحمة ولا اي حاجة بصورة من الصور انك بتشوف واحد بتغرق وبتتفرج عليه. لازم تنقذه، تعمل اي حاجة لاجل انك تنقذه. ولعلمكم خدمة خلاص الاخرين دي اكللها كبير قوي. اللي بينجي واحد من موت ارضي بنهلله، طب اللي ينجي واحد من موت ابدي ده نعمل معاه ايه؟ ايه مكافئته؟ مكافئته ما تتوصفش، لان نجى واحد من موت ابدي. عشان كده اشفق على اللي حواليك واهتم بخلاص نفسهم وفكر في خلاص نفسهم. لو صليتوا بس احنا موافقين، لو صليتوا بس احنا موافقين. فصور الرحمة التشجيع، صور الرحمة الستر، صور الرحمة خدمة المرضى، التماس العذر، التدرج مع الناس، العطاء، خدمة خلاص الآخرين. كلمة أخيرة أقولها، أولى ناس بالشفقة وأولى ناس بالرحمة وأولى ناس بالحنية هم الناس اللي عايشين معاك في الشقة بتاعتك، وبعد كده قرايبك، وبعد كده بر. لأن في ناس كتير خدام بيخدموا مرضى بره البيت وخدمة ليل ونهار وما بيشفقوش على قرايبهم. ده مش شفقة أبدا. الفضيلة الأصيلة معناها إنها تظهر في أي وقت مع أي شخص في أي مكان. لو بتظهر ساعات ما تبقاش يعني أصيلة في الإنسان، ده حاجة كده نوع من التجميل أو حسب الظروف. لكن عشان تبقى أصيلة فيك فضيلة الرحمة والشفقة تظهر مع الكل
في أي ظرف في أي مكان، ملهاش قواعد تجاه كل الناس. ربنا يدينا يكون عندنا أحشاء رأفات ورحمة تجاه كل الآخرين. لإلهنا كل المجد إلى الأبد. دقيقة واحدة يا جماعة، نشكر السابونة بولس على الوعظة الحلوة بتاعته. آخر كلمة ختم بيها كنا ناويين نقولها لكم كتنبيه. أولادنا الصغيرين سن إعدادي وثانوي